السرعة وعدم احترام قانون السير. 4 أشخاص لقوا حتفهم مساء أمس في حادثة اصطدام بين سيارة وحافلة للركاب على بعد 4 كيلومترات من بلدية تملت بإقليم قلعة سرغنة. التفاصيل في روبورتاج علي المرابط، لطيفة بالحلمة وعمر جليدي. هذا كل ما تبقى من السيارة التي اصطدمت بحافلة الركاب القادمة من فاس باتجاه إنزكان. وهكذا بدت الحافلة بعد الحادث الذي خلف 4 قتلى، سائق السيارة ومرافقه واثنان من ركاب الحافلة البالغ عددهم 32 راكبا. موقعش عقل بطول، مهم جات واحد طوموبيل قدام ودخل فيها الكار تربع صف ويتقلب الكار. طوموبيل هي اللي دخلت في الكار. طوموبيل اللي دخلت في الكار. هذا ولدك هذا؟ ولدي. الحمد لله موقع ليه والو. موقع ليه والو الحمد لله. فور وقوع الحادث انتقل طاقم طبي من مستشفى للا خديجة بعين المكان، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين البالغ عددهم 28 شخصا، ونقل 4 في حالة خطيرة إلى مستشفى بن طفيل بمراكش. فريق ديالنا تنقل لنفس المحل ديال الحادثة نتاع السير، وساهمنا في الغماساج لو تري نتاع لي باسيون. صفتنا الحالات اللي هي تري غاف لمراكش، وواحد الجزء مشى للمستشفى الاقليمي ديال السلامه باقليميه قلعه سرغنه. والى حين الكشف عن ملابسات هذا الحادث المروع، تظل السرعه والاهمال الاسباب الرئيسيه وراء حوادث السير التي تتسبب سنويا في مقتل 4000 شخص واصابه اكثر من 11000.